الحمامات القديمة بسوريا موجودة بكثرة، وكل حمام له قصته، بس أنه يرتبط تاريخ تأسيس المدينة بحمامة هي ما صارت غير بجسر الشغور يلي بلش تاريخها من حمامة. كانت جسر الشغور أيام العثمانيين مجرد محطة استراحة للقوافل التجارية والحجاج المسافرين من الدولة العثمانية يلي هي تركيا اليوم لأرض الحجاز لتأدية مناسك الحج، لحتى أمر الوزير العثماني محمد باشا الكوبرلي ببناء الحمام والخان والجامع الكبير بأوائل القرن السابع عشر. بلش بناء الحمام سنة 1657 ميلادية، وأخذ وقت طويل كتير لحتى اكتمل بناؤه، وهذا التاريخ يعتبر بداية تاريخ مدينة جسر الشغور. وبعد بناء الحمام وجنبه الجامع والخان بلشت الناس تتجمع بالمنطقة وتسكن فيها، وصاروا الناس يتوافدوا أكثر مع ازدياد المرافق والخدمات يلي أمنتها السلطة العثمانية، واكتملت ملامح المدينة بسكانها ونشاطاتهم التجارية والزراعية. بس بسنة 1743 تعرضت المدينة لزلزال عنيف سبب انهيار المدينة بشكل كامل، فأمر محمد باشا الكوبرلي من جديد بإعادة بناء الحمام بنفس حجاره لكن بترتيب تاني. وعلى مدى تاريخه كانوا الناس يتجمعوا بالحمام ليتبادلوا الأحاديث والأخبار ويسمعوا قصص الحكواتي ويتفرجوا على مسرح الدمى كراكوز وعيواز ويسمعوا أغاني الطرب الشرقي الأصيل، غير الحفلات اللي بتصير للعرسان اللي بينزفوا من الحمام للعرس. صحيح قلت هالنشاطات بعدين، بس ظل الحمام لفترة طويلة مكان لتجمع الناس وللأمسيات الرمضانية من الفطور للسحور. الحمام هو عبارة عن تحفة نادرة مميز بالأقواس المتقاطعة والإبة اللي فيها فتحات سماوية والمزينة بالإزاز والمعروفة بالأمرية، وفي بالحمام بركة مي إلى 8 أضلاع مبنية من حجار منقوشة نقش. ومثل باقي الحمامات بيتألف الحمام من 3 أقسام، جواني ووسطاني وبراني. الحمام له 3 أبواب، الباب الشرقي يلي بيطل على الخان والبابين التانيين من الجهة الشمالية وبيطلوا على حي القلعة والجامع الكبير. هدول البابين مع قسم كبير من الحمام انقصوا وتحول مكانهم لمحلات تجارية بترميمات الحمام يلي صارت سنة 1963، واللي هي بالحقيقة صغرت الحمام وشوهت منظره الخارجي. آخر ترميم للحمام كان سنة 2005 على إيد ملهم الحراكي اللي هو واحد من أبناء المدينة، وبهذا الترميم انشال الإسمنت عن الحيطان وبينت معالم الحمام الأساسية يلي بتشهد مو بس على تاريخه وعلى تاريخ مدينة جسر الشغور يلي بلش ببناء هذا الحمام. إذا كنتوا زرتوا الحمام أو بتعرفوا معلومات تانية عنه احكوا لنا ياها.